انطلقت اليوم أعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية التنزانية المشتركة على مستوى كبار المسؤولين، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الختامية لها غدا برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث شهدت الاجتماعات مناقشات مكثفة بين الجانبين حول تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدولتين في تلك المجالات واستشراف مجالات وآفاق جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا في أغسطس الماضي.